الا ما كنسمعوش بشكل جيد الصوت ديالك تيتقطع. هنا مزيان واخا لاله فاطمه هنا غنحضروا معاك، احنا كنتكلموا معاك ونشوفوا شنو واش مزيان ولا لا. قلنا لاله فاطمه غنحضروا معاك عصير بالاضافه للانتاخت. واخا نبداو بالعصير. واخا كنحتاجو العصير واحد 5 ليمونات كبار. نعم. و 3 الحامض كبار. شحال الحامض؟ 3. 3 يكونوا كبار. كنحتاج واحد 5 ديال الخيزو، 5 حبات ديال الخيزو. 3 تفاحات 4. نعم. كنحتاجو 1/2 كيلو ديال الفريز. كنحتاجو على الله شي 2 بنانات بحال هكاك. نعم. و شي خرقات لكيني. هذا عصير قانشي. قانشي. ندوزو الطريقة. واخا. كنشدو داك الليمون المحمر كنقطعو العطف العظيمات اللي فيه. كنطحنو مع يطرو ديال الماء، هذاك الليمون كنطحنو مع يطرو ديال الماء. بالقشور ديالو أولا منقيو؟ لا كنقطعو. يعني غير اللب ديالو. غير اللب ديالو. كنطحنو مع يطرو ديال الماء. وكنصفيو. نعم. كنصفيو كنخليو غير داك الماء بوحدو اللي صفينا. نعم. هذاك الماء كنطحنو مع الفريز. وكنطحنو داك خيزو اللي قطعناه منقي بطبيعة الحال. نعم. وتا هو كنطحنو معاه كنخلطو الفريز وخيزو. هادو كنطحنو مع داك ليترو ديال العصير اللي صفينا. نعم. ملي كنطحنو كنشدو التفاح. التفاح كنقيو وكنحكو في كاكا غليظة. نعم. كل فاكهة وكيفاش كنستعملوها؟ هذا غير هذا خيزو والفريز والبنان كنطحنو مع العصير. نعم. التفاح اللي كنخليوه على جنب بوحدو. نعم. كنخليو التفاح هو الاخر كنحكوه في كنقيو كنحكوه في كاكا غليظة. كيجي هكا كيجي باين في العصير. بحال هكا كنضيفو على العصير اللي طحنا. نعم. كنحليو كل واحد على حسب الذوق ديالو. نعم. كاين اللي كيشرب العصير بلا سكر حتى هي راه يعني هذه الفواكه كامله راه يعني فيها السكر الطبيعي ديالها. هذاك الشيء اللي كاين اللي بغا يضيف السكر يضيف اللي ما بغاش راه كي. انا نعاود معك لاله فاطمه قلنا عندنا 5 ديال البرتقالات. اييه. 3 ديال الحامضات. اييه. 5 ديال الحبات ديال الجزر. 3 حتى 4 ديال التفاح. عندنا تقريبا 1/2 كيلو ديال الفريز. 2 حبات ديال البنان. اييه. وجوج حبات ديال الخوخ الا كانوا متوفرين. اللي كان اللي عندك موجود. اذا كنقيو الليمون وكنقيو الحامض. كنحيدوا له العظيمات ديالو وداك ضروري هذوك العظيمات يتشيدوا باش ما يجيش مر. نعم العظيمات ودوك لي بيبان داك البيضه داك البيوضه اللي كتكون البيض. اييه. كنطحنوه مع يطرو ديال الماء وكنصفيو هذاك الخليط ديالنا. من بعد كناخذوا الجزر كنقطعوه صغير وكناخذوا الفريز والبنان والخوخ كنطحنوه مع هذاك الخلاصه اللي عطانا ديال مع الحامض مع الليمون. ملي كنحصلوا على هذا العصير هذا كناخذوا داك التفاح ديالنا كنحكوه كنضيفوه للعصير. أيه. بالفعل وعاد كنضيفوه على العصير وسنيده ولا سكر كاين اللي كيحلي بالعسل كاين اللي ما كيحليش نهائيا كيكتفي. اييه كاين اختياري كل واحد بصحه وراحه. نعم نعم لا تاخذ ما عرفتش واش تاخذنا وقت كثير او لا لا ما عندناش الوقت. لا دغيا يعني ما فيهاش شي حاجه كثيره. واخا تفضلي. لا تاخذ كنشد واحد الشوه كبيره. كنقطعو حنايا في الطوال يعني على الطول كنديرو اما تسخر يا اما تغلى واحد شويه في الماء. وكنصفيوها نخليوها على جنب كنديروها في واحد المولي داير. كنحطو هادي من بعد كنحتاجو هذا المقادير كنحتاجو سر ديال الدجاج او كفته كل واحد على حسب اللي عنده في الدار. كنشدو بصله مقطعه حامضه مصيره مقطعه صغيره غير صغيره. كنحتاجو فلفله حمراء وخضراء حتى هي مقطعين. ريحه الصغار كنحتاجو لالا دامه ديال البنه.
كنحتاجو شويه معلقه ديال الزبده شويه الزيت معلقه كبيره ديال الزبده وشويه الزيت. نعم. كان هادشي كامل كيتشحر كنشحرو بزاف ديال الدجاج مقطع طريفات صغار. والشعريه الصينيه كنخليوها هي الاخرى. نعم. وشويه ديال الفوجة. صافي هادشي اللي كنحتاجو البيض والفرماج هما الاخرين. نعم. اذا هادي كيش ماشي طاقة. كيش نعم صافي نعاودو المقادير. بغيت غير نعرف معاك المبدا. اذا قلنا هادي كيش ديال الكرم وديال ليشو. عندنا ليشويه وحده صغيره ولا كرم وحده صغيره؟ لا كبيره كنقطعو. كنقطعوها شرائح طوال. وكنردوها فوق البوطه تقريبا. يا نخليوها غير تغلى غير واحد شوي صافي وكنحيدوها. نعم. السقطه وكنشدو واحد المول عندنا داير. نعم. كنديرو النص في المول والنص على برا. نعم. هادشي اللي كنفرشو ليشو في الاول. هادي ما فيها لا عجينه لا والو. لا ما فيهاش لا عجينه. غير كتجي مغطيه كلها هاد ليشو. نعم. اذا كنفرشو التفريشه الاولى. كنشدو ليشو اللي قطعنا شرائح رقيقه. كنفرشو على المول. نعم. كندورو على المول كامل كنديرو النص الداخل والنص كنخليوه على برا باش كنغطيو به في الاخر من الفوق. نعم. وعندنا العناصر اللي قلتي لنا كيتشحروا كاملين مع بعضهم. مع بعضهم. البصله والحامض الفلفل الاحمر والخضراء. الصدر ديال الدجاج. شويه ديال الشعريه الصينيه والهريسه. الشعريه الصينيه هي الاخرى. هي الاخرى. نعم. المهم على عين يعني كلشي كيتخلط مع بعضه. نزيدو الشعريه من كيتشحر العناصر كامله كنزيدو الشعريه هي في الاخير. نعم. الشعريه مطيبينها يعني الطياب ديالها كيف كان عارف. كنزيدها مع العناصر نزيدوها نجيبها غير شي شويه في بحال هكاك نزيدوها ونجيبها هي تاهي معاهم. من بعد كنخويو هاد العناصر كامله في المول ديالنا. كنشدو عندنا خمسة البيضات تقريبا. وكنزيدو عليها فرماج. فرماج كنحكو عليه. فرماج محكوك. صافي وكنرجعو دوك الباقي اللي خلينا النص ديال ليش وكنرجعوه على اذا البيض خلطناه وصوبنا معاه الفرماج وكنخويوه قبل ما نديرو ليشو ولا حتى كنديرو ليشو؟ لا ليش راه مفرشي النص ومخلي النص. اي انا كنهضر على النص اللي اللي خلينا. النص ملي كنخويو هاد العناصر ديال البيض والفرماج في الاخر. نعم. كنرجعو داك البقايا اللي بقات لنا ديال ليشو اللي على برا. اذا اخر طبقه هي الكرم هي ليشو. هي ليشو. صافي كنغطيو وكندخلوها الفران. كنخليو حتى لما تجمع البيض مع الفرماج وصافي كتجي كتقطع. بحال تورتيات البطاطا. بحال تورتيات البطاطا كنديرو ليشو. نعم. وكتجي زينه بصحه وراحه. تبارك الله عليك.